التصعيد مستمر. نعم، هنالك علاقة وثيقة ما بين ضرب السفارة الأمريكية في بغداد أمس البارحة وما بين عملية استهداف مقر جهاز مكافحة الإرهاب. التصعيد وأيضا مستمر حتى هذه اللحظة، يعني قبل تقريبا ساعة هنالك سماع ذوي انفجارات داخل قاعدة حرير في أربيل، لحد الآن لا نعلم المصادر هذه الانفجارات. هذه الفصائل أصبحت اليوم تستهدف البعثات الدبلوماسية. البعثات الدبلوماسية هي جريمة، تعتبر جريمة بالقانون العراقي وبالقانون الدولي. هذه الفصائل كما وصفها بيان وزارة الخارجية الأمريكية في أكثر من نقطة إنها فصائل منتمية إلى وكلاء إيران في العراق. هذه الفصائل تسعى إلى تحقيق مصالح إيران للضغط على الجانب الأمريكي. هنا اليوم الشارع العراقي يتساءل، يعني الشارع العراقي سؤال مشروع أنه ما الغاية من قصف البعثات الدبلوماسية؟ ما الغاية من تعريض حياة دبلوماسيين إلى الخطر؟ الغاية واضحة، هي للضغط على أمريكا لإطلاق الدولار. وبدأت هذه الفصائل بتهديداتها عندما حجم البنك الفيدرالي الأمريكي سيولة الدولار إلى إيران.